هاب وين اكس سحر اس، هاب وين اكس سحر اس، ببعتهولك بخصوصها، ببعتهولك بخصوصها. ادي اله، ادي الالف، ادي الباء، يرسل، وادي المخصص الارسال، بيبعت بيمشي مش كده؟ فهو المخصص رجلين بيمشي، يبقى ه الف ب هاب معناها يرسل بالمخصص ده، كده على بعضها كلها معناها ايه؟ يرسل او ارسل. ليه؟ لانها هاب اي، اي هنا انا، فهاب اي يعني انا ببعت، يبعت انا، يبقى انا ببعت، هاب اي انا ببعت. ان اك نك لك، النون بتتقرب للام، بنقول برتقان وبنكتبها برتقال مش كده؟ برتقان في العامي وبرتقال في العامية، النون الأخيرة بقت لام في العربي، فالنون بتقلب لام، فنك تبقى لك، شايف القرب؟ نك لك، إن يعني لا الإلى اللي هي اللام، والكاف اللي هي إيه؟ أنت، الضمير، ضمير المخاطب، فنك يعني لك، يبقى أنا أرسل لك هاب إينك، هاب إينك بيقولوها، بس طبعًا مع سرعة اللغة إحنا متصورين ممكن تكون جدًا كانت نك. هاب وينك يعني انا ارسلت لك. طيب ها او انا ارسل لك، لان لو ما جابش ماضي هنا. هاب اي نك يعني انا ارسل لك، انا ببعت لك، انا ببعت لك سو اياه، ببعت لك اياه، ببعته لك اياه، سو ادي علامة السو ودي الواو، فسو انا ارسل لك اياه، انا ببعته لك. ايه بقى؟ حر على، ادي حر معناها على، قلنا الراس هي اكبر حاجة في الجسم او اعلى حاجه، فعشان كده استخدمت معنى كلمه على، فحر ادي الر، حر على اس يعني اياها، على اياها، او احيانا تبقى اختصار لسي، او كتابه مبكره من سي معناها هي عليها بخصوصها، عليها بخصوص الموضوع ده، بخصوص الست دي، بخصوص الموضوع ده، بخصوص الحكايه دي، كل ده ينفع. طب يبقى هاب اي ان اك سو حر اس يعني ببعت لك، ببعته لك بخصوصها، ببعته لك بخصوصها، ارسل لك اياه بشانها، ببعته لك بخصوصها. هاب اي ان اك سو حر اس، هاب اي هاب هاب اي ان اك سو حر اس.